ما حكم إذا وضع رجلين مبلغ من المال وكل يرمي ببندقيته هدفا والأقرب للهدف يأخذ هذا المال؟ نعم، يجوز أخذ الجائزة على الرماية لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كانت الجائزة من المتراميين أو من خارج عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل الذي يرمى به في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل أدوات الرماية. نعم.